ومحبة تتواصل التحديات والإثارة هنا على أرضية ميدان التحدي، ميدان شحانية في هذا الصباح عبر هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد. وعلى بركة الله ينطلق الشوط الثامن الخاص للحقايق القعدان من مسافة 4 كيلومترات. نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نسير هنا مع البداية، وأول الأسماء هنا مرفوق محمد بن خميس بن عويضة المريخي يقدم لنا مرفوق على البداية وأول الأسماء وأول الشعارات. ثانيا وصل القادم والمنطلق هنا على ثاني الأسماء، وصل هنا القادم أيضا مرموق بشعر عبد الله بن محسن بن علي بن ديلة هنا على ثاني الأسماء وثاني الشعارات مع مرموق. ثالثا وصل هنا مهول بشعر عبد الله بن راشد بن محمد الزقيبة المري مع ثالث الأسماء. رابع المراكز وصل هنا نجد فهد بن سالم بن محمد بن فهد بن دخيل الله على رابع الأسماء. خامسا وصل هنا الحذر حمد بن جار الله بن علي البريدي على خامس المراكز. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة. ونعود مع البداية، أول الأسماء هنا مرفوق ينطلق مع مرفوق بشعار محمد بن خميس بن عويضة المريخي مع مرفوق على البداية وعلى أول الأسماء. ثانيا وصل هنا القادم مرموق بشعار عبد الله بن محسن بن علي بن انديلة هنا مع ثاني الأسماء وثاني شعارات. ثالثا القادم والمنطلق على ثالث الأسماء وصل هنا نجد بشعر فهد بن سالم بن محمد بن دخيل الله على ثالث التحديات. رابعا وصل البريدي قادم مع الحذر على رابع الأسماء، وهنا حمد بن جار الله بن علي البريدي يقدم لنا الحذر على رابع المراكز. خامسا وصل هنا القادم والمنطلق شعار بن عقيل يتقدم ويقدم لنا هنا ممدوح بشعر سالم بن محمد بن طالب بن عقيل. وصل هنا شعار البرنس وايضا وصل شعار بن جبران من الجانب الاخر، ولكن اعود مع المريخي. المريخي هنا مع البداية مع مرفوق محمد بن خميس بن عويضة المريخي مع البداية واول الاسماء. ممدوح ثانيا، قادم ممدوح بشعار سالم بن محمد بن طالب بن عقيل، وثالث الاسماء وصل هنا الحذر حمد بن جار الله بن علي البريدي، ورابعا وصل هنا شاهين عبد المحسن بن سالم بن جابر بن جبران، وخامسا وصل القادم نجد هنا فهد بن سالم بن محمد بن فهد بن دخيل الله على خامس المراكز وخامس التحديات. ها هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء، وهناك أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة، ولكن البداية والصدارة هناك. الله الله، مرفوق 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 على البداية وعلى الصدارة، وهنا محمد بن خميس بن عويضة المريخي يقدم لنا مرفوق من بداية الانطلاق حتى هذه اللحظات. وثاني الأسماء وصل هنا الحذر، قادم الحذر ينطلق بشعار حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، وثالثا ثالث الأسماء وصل هنا القادم والمنطلق ممدوح سالم بن محمد بن طالب بن عقيل النابت، وفي رابع المراكز وصل شاهين عبد المحسن بن سالم بن جبران. الله الله، وخامسا وصل نجد فهد بن سالم بن محمد بن فهد بن دخيل الله، ولكن أعود مع أجواء الكيلو متر الأخير. غير البريدي هنا وانطلق، غير هنا البريدي مع الحذر حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، وثانيا وصل هنا القادم والمنطلق شاهين عبد المحسن بن سالم بن جابر الجربوعي يقدم لنا هنا. الله يا شاهين، غير شاهين وانطلق الى البداية. ثاني الاسماء وصل هنا الحذر حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، وثالثا المريخي، ولكن البداية والصدارة هناك. شاهين ينطلق
الفريق. عبد المحسن بن سالم بن جابر الجربوعي يقدم لنا هنا شاهين مع البداية، بن جبران مع الصدارة مع الفوز والانتصار، ثانيا الحذر حمد بن جر الله بن علي بن حسين البريدي، ولكن بن جبران مع الصدارة مع الفوز والانتصار يقدم لنا شاهين. هنا شاهين عبد المحسن بن سالم بن جابر الجربوعي المري يقدم لنا شاهين تهانينا والناموس لمالك شاهين على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، تهانينا والناموس لعبد المحسن بن سالم بن جابر بن جبران المري على هذا الفوز والانتصار. ثاني الاسماء وصل هنا الحذر حمد بن جر الله بن علي بن حسين البريدي، وثالثا وصل هنا سيد بشعر سالم بن جابر بن حتروش الجربوع المري، وفي رابع المراكز وصل هنا ممدوح بشعر سالم بن محمد بن طالب بن عقيل، وخامسا وصل نجد بشعر فهد بن سالم بن محمد بن فهد بن دخيل الله. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، هكذا هي النتيجه للخمسه المراكز المتقدمه، تهانينا والناموس لمالك شاهين عبد المحسن بن سالم بن جابر الجربوع المري. ها هو شاهين تشاهدونه، والتوقيت الزمني لحظه وصوله الى خط النهايه، ها هو شاهين التوقيت الزمني 6 دقائق 7 ثواني 4 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لعبد المحسن بن سالم بن جبران المري. ثاني الأسماء وصل الحذر حمد بن جر الله بن علي بن حسين البريدي، 6 دقائق 9 ثواني 4 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لحمد بن جر الله البريدي. ثالثا وصل هنا وصل سيد 6 دقائق 13 ثانية 7 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لسالم بن جابر الجربوعي المري، فتهانينا والناموس للجميع.